الاطفال بتاعي والكبار بتاعي وكل البشر بتاعي. بقى كم يعني سنه حق ان المشكله دي؟ لا المشكله دي طبعا المنطقه كلها بتعاني منها. يعني المفروض دي مثلا تعمل صرف مغطى. والبلد كلها الوقت كل الترع اللي فيها الوقت اتعمل صرف مغطى صح؟ اه. مفيش حد مثلا بيجي ينظف؟ احنا شايفين اكوام زباله فوق بعضيها من اول الترع لحد اخر. حتى اللي بيجي ينظف لا مؤاخذه هو بينزل بمعدتين تعبانين يعمل شكل كده ويشيل شويه من تحت ويرميه فوق. لكن ما بينضفش باستمرار يعني. لا. وإنس... شايف كمان ان مفيش نظيف زباله موجوده يعني. هل مثلا حد مثلا كلم حد في الحي او يا باشا المنطقه كلها تعب الكلام ما حدش بيسمع لحد. تمام. وبعدين المفروض انا راجل كمسؤول لا مؤاخذه انا اقطع المشكله دي من جذرها. هي لو اتعملت يعني دي مثلا بيقولوا ترعه سيل يبقى في سيول بتنزل، لا احنا برضه نخليها شغاله ترعه سيل، تتعمل سقف ترعه سقف مغطى بحيث اي وقت نزل السيل هيبقى ماشي برضه في مجراه. واحنا بقى البلد تستغل لا مؤاخذه سطح الترعه دي تتعمل جراشات، تتعمل اكشاك وتتاجر، هتجيب لا مؤاخذه فلوس للبلد، هتخش فلوس في خزانه الدوله. لكن كده ده تهريج كده. كده اهل المنطقه بيمرضوا والحكومه بيضيع عليها فلوس جامده. احكي لنا بقى المشاكل بقى بالنسبه لاهل المنطقه، بالنسبه للزباله اللي موجوده. ما انا بقول لك سيادتك انت مش شايف الدبان لا مؤاخذه ومش شايف الامراض. وبعدين ممكن يجي عيل صغير لا مؤاخذه بيلم الزباله يولع فيها، دي بقى لا مؤاخذه كارثه اكتر. قرار الدرس الحاج، اسم حضرتك؟ خالد يا ويس محمد. استاذ خالد عايزينك تحكي لنا بالظبط ايه المشكله بتاعت ترعه السيل؟ والله المشكله الزباله. ولا كل مقاول بيجي ما بيراعيش ضميره. ما بينضفش كويس. لو شال له 10 12 نقله منها والباقي يروح دايس عليه باللودر دقه في قلب الارض ويمشي. هي دي المشكله. والولع ما فيش صناديق زباله، ما فيش اهتمام من ما فيش صناديق. لو لقيت صندوق ولا اثنين ثلاثه على طول الترعه يبقى خير وبركه. طب بالنسبه للرئاسه الحي رئاسه الحي الحلوان ما فيش حد بيشتكي مثلا هناك او بيقدم فتوى؟ اكيد اكيد في حد، انا ما شفتش يعني مش انا مش عايز هناك عشان اقدر احكم حد بيشتكي او ما بيشتكيش. طب عايزينك تكلمنا عن الاضرار بقى اللي بتسببها الزباله اللي موجوده في الترعه ديت بالنسبه للاهالي والسكان. والله حضرتك حوالينا اطفال وسكان كتير. اي دخنه اي حد بيولع فيها تطلع الدخنه دي تجيب امراض صدريه. يعني اقول لحضرتك ايه، ما انت عارف اختار الامراض الصدريه عامله ازاي. في اطفال وفي ناس كبيره وفي حوامل وبعدين دي معموله عشان مجرى سيل. يعني الملايين اللي اتصرفت عليها في النظافه دي لو اتغطت واتعملت محلات فوقيها انت هتستفاد والبلد هتستفاد. كورنيش غطاس، عايزين نعرف بس ايه مشكله الزباله اللي موجوده هنا في ترعه السيل؟ احكي لنا بالظبط ايه المشكله. ولا في صناديق ولا في اي حاجه. اقرب مكان انا بالنسبه لي ده اقرب مكان. ولا في صندوق بيتحط قدام كل الشارع ولا في اي حاجه. مفيش مثلا حد من المحافظه، مفيش حد من الحي، مفيش حد من النظافه والتجميل، اي حاجه؟ حالات معينه بس. اللي هي حصل مثلا حريقه هنا في الترعه تمام كبيره، يجي المقاطي تطفي، يجي مثلا اللودر كل فين وفين كده ينظف ويرجع الموال يبقى الوضع على ما هو عليه. ولا في اي جديد. المفروض الترعه دي تتردم؟ المفروض. بس هي المفروض ان هي مسمى ترعه السيل. ده المسمى. ايه المشاكل؟ مسمى ترعه السيل. ايه المشاكل بقى اللي بتيجي منها من الزباله اللي موجوده المتراكمه دي كده اللي بتضايقكم انتوا كسكان او كاهالي؟ ايه المشاكل اللي بتسببها؟ المشاكل ان انت مثلا الشارع زي كده خلاص الزباله كلها لما بتطلع الزباله كلها بتطلع في كلمه الشوارع تخش جوه. بناء على ايه؟ بناء كل الناس تطلع تنظف قدام بيوتها وترمي الزباله في الترعه. ماشي. حد مثلا بقى حاجه راح مولع، عيل صغير بيلعب تحت راح مولع في الترعه. ماشي. عايزينك بقى تحكي لنا ايه المشكلة بالظبط بتاعة ترعة السيل؟ والله المشكلة إن هي يعني على طول مليانة زبالة والمؤاخذة بتطلع يعني حاجات وحشة على الناس، ولما بتولع كمان بتبهدل المنطقة وبتبهدل الدخان يعني الدخان وكده. ايه المشكلة بالظبط يعني المشكلة بالنسبة لهيئة النظافة والتجميل؟ أنا شايف إن مفيش صناديق زبالة ولا في حد بيلم الزبالة، بل بالعكس الناس لا 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 مفيش، دلوقتي الناس كلها بتلم الزبالة بتاعتها في قلب الترعة. يعني مفيش صناديق زبالة متوفرة أصلا؟ لا لا مفيش. طيب
يعني محدش مثلا ممكن يحاول ان هو يشتكي مثلا في الحي او يشتكي في حته نظافه وتجميل بحيث انه يوفروا صناديق زباله او يوفروا مثلا. احنا هنا بالنسبه لينا عشان احنا سواقين واقفين في المنطقه فلك ما يعني مش في دماغنا الحاجات دي. بيقول الواحد بيقف شويه وبيمشي. انا بتكلم على بالنسبه للاهالي. المفروض الاهالي هي بقى في البيوت اللي يروحوا يشتكوا لان هي بصراحه مطلعه عليهم عبء جامد. يعني بص حضرتك كده لو بصيت للبيوت دي كلها كل ده متضرر من التلف. عرفت اسمك؟ انا اسمي نصير. عايزينك تحكي لنا ايه المشكله بتاعت رياح السيل بالظبط؟ والله المشكله ان هي زي ما انت شايف كده موضوع الزباله وبتولع باستمرار فاهم ازاي؟ ومفيش حد مهتم بنظافتها والكلام دوت تمام؟ مفيش غير راجل كبير بيجي يكنسهم كده بالمقشه وخلاص وهو ده الموضوع يعني. وهي أذية ناس كتير طبعا. مفيش صناديق زبالة ولا لا مفيش صناديق زبالة ولا الكلام ده كله ولا حد بيشيل منها حاجة. ده بالعكس ده هما بيجي يرموا زبالة فيها. أما حد صناديق مفيش حد مهتم الناس بتسيب الصندوق ترمي بره. بس بالنسبة للأضرار اللي بتسببها يعني أضرار في أطفال وفي ناس ساكنين طبعا احنا في نفس المكان هنا وناس كتيرة بتتضر ما بنعرفش نخرج ولا ننزل ولا الكلام ده لما الدخانه طبعا بتزيد. ده لما حد بيولع في الزباله نفسها في حد ما اعرفش بيولعوا فيها بقى وبتولع هي لوحدها مع شده السخونيه والشعب دوت. حد ممكن يحاول يقدم قبل كده شكاوى للحي مثلا لحي حلوان؟ بيقدموا شكاوى محدش بيعمل حاجه جديده. محدش بيستجيب يعني. لا هو الموضوع يعني مفيش تغيير. تمام شكرا.